البذور البذور السوداء والهالات اللي تحت العين. ممكن حاضر. البثور السوداء الأنف البثور السوداء وايه؟ والهالات اللي تحت العين. والهالات اللي تحت العين. حاضر. اي استفسار تاني يا استاذة ام سيف؟ مدام ام سيف. طيب حاضر، هنرد عليكي حالا، بس ناخد بس امنية. الو، يا صباح امنية. الخير، صباح الفل. ازاي حضرتك الحمد وازاي لله. دكتور هاني؟ اتفضلي ممكن اكلمه؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا كنت حامل من شهرين وولدت من شهرين و نعم معلش يا أمنية، ممكن توطي التلفزيون حبيبتي؟ اقفلي صوت التلفزيون، اسمعيني من التليفون. انا لغيه خالص والله. اتفضلي حبيبتي، سامعينك. انا كنت حامل من شهرين وولدت، يعني ولدت من شهرين يعني، وطول فترة الحمل كان عندي بقع غامقة في رقبتي، طلعت لي بقع غامقة يعني بأكلان كده، وبعد ومن وطول فترة الحمل والولادة دلوقتي منطقة البكيني في غمقان جامد مش عايز يروح، والبقع اللي في رقبتي بتيجي يعني جايب أكلان، وحاسة إنها ناعمة عن البشرة شوية، مش عارفة دي تانية ولا دي ايه، فمش عايزة تروح خصوصا مع الرضاعة. لا هنا بصي، يعني احنا هنا في شك فعلا ان هي كونتينيا غير اللون اللي في منطقه البكيني، فهستاذنك البقعه اللي في رقبه حضرتك تبعتها لي في صوره على هيئه تعليق على صفحه عندي، ابص بس اتاكد كويس تكون صوره كويسه مش مضلمه، وانا هكتب لك على طول الكريم، لان دي ممكن تبقى فعلا تينيا، قد تكون كلف بس هي غالبا تينيا. ان شاء الله اكتب لك علاج وتروح، ما تلاقيش خالص يعني. أمر. تمام، تابعينا يا أمنية لو سمحتي. طيب بالنسبة للبثور السوداء، أم سيف كانت بتسأل على البثور السوداء والهالات السوداء اللي تحت العين. البثور السوداء عبارة عن ايه حضرتك؟ احنا الجلد بتاعنا ده فيه مسام، وتحتيه فيه غدد دهنية بتطلع دهون. اوكي. التراب اللي في الجو بيخش في المسام، فالتراب بيتحد مع الدهون فبيعمل الروس السوداء. فأصل الناس بتتخض قوي من كلمة روس سوداء، لا ده هو عبارة عن عجينة من دهون وتراب، فبتعمل لون أسمر. تمام. يمكن لو تفتكري المرة اللي فاتت أنا كنت قلت على حاجة وهقولها تاني مرة. علاجها سهل قوي. احنا بنجيب مقدار ملح طعام على 9 مقادير ميه، يعني مثلا فنجان ملح على 9 فناجيل ميه، فنجان ملح على 9 فناجيل ميه. اوكي. وبنقلبه كويس قوي. المحلول الملح ده باخده بايدي وبعمل بيه تدليك للوجه مره الصبح ومره بالليل، هينضف البشره ويطلع الدهون دي باستمرار وما يبقاش فيه يعني اي روز سودا. طب بالمناسبه بقى، في ناس بتعمل في البيوتي سنترز البثور السوداء دي عن طريق الحاجات اللي زي النتوياج او زي الضغط او يعني الحاجات اللي بيعملوها والحاجات اللي بتلزق وكده. انا قلت طريقه سهله بدل ما نروح ندفع فلوس قد كده. لا قصدي دي مش غلط يعني. لا يعني ممكن وسيله للتنظيف. تنظيف. عندنا برضو الابراج في حاجه زي المعلقه كده بندوس عليها وننظف وكلام من ده. تمام. لكن انا بسهل على الناس توفيرا للوقت وتوفيرا للنفقات. وهتطلع بعد لما يبتدي بقى من مره الصبح ومره بالليل هتختفي. ان شاء الله. طيب هي زادت على الهالات السوداء. على الهالات السوداء. الهالات الغامقه اللي بتيجي تحت العين دي ممكن يبقى لها اسباب كتير. ممكن تبقى عامل وراثي، هتلاقي في ناس كده طبيعتهم وراثيه كده، الام كده والاب كده، او ممكن تيجي نتيجه الارهاق والسهر كتير. دي غالبا معظم الناس بتبقى نتيجه القعاد قدام الشاشات والتلفزيون والسهر بيعمل كده، او الارهاق. او طبعا ممكن تيجي مع بعض الامراض زي مثلا سوء التغذيه. انت لما تلاقي واحد ما بياكلش وعينه بتقول له مال عينك داخله لجوه ليه كده؟ ايوه بتبقى مغمضه. او بعض الامراض الداخليه ممكن تعمل كده، فعشان كده هنا لازم نشوف الحاله ونقول ده ده سببها كذا. وكل حاجه من دول بنعالج السبب ثم نكتب الكريمات اللي لازمه ليها. في ليها كريمات طبعا، انا منزل برضو في البوست مجمع كريم ليها. الوراثيه ليها علاج؟ هنا بقى بندي حاجات بقى زي الفيلر وكلام من ده، في وسائل حديثه بنحقنها دي بتحسن الشكل كتير يعني. بس بتبقى يعني كل حاجه ليها علاج على فكره. يعني حتى الوراثيه، لان احنا سمعنا ان الوراثيه بتبقى خلاص دي وراثه، ف يعني بتبقى زي مثلا لما قلنا الصلع الوراثي ملوش دواء بس بنزرع شعر، بس له عمليه. يعني كل حاجه ليها حل. بس الهالات السوداء الوراثيه بتبقى ليها الفيلرز بس، بنحقن فيها بتبقى احسن كتير، بتفتح. تمام. طيب